حسنا، فهذه النقطة هنا بالنسبة للصفحة، هذه النقطة هي النقطة صفر، وهذه النقطة في على أقصى اليمين هي النقطة 1280. حسنا، أعود، هذه النقطة صفر، وهذه النقطة في أقصى الأسفل هي 800. فماذا قلت له؟ سوف يعني تحرك هذه الإيمج بكل طلاقة، يعني position absolute، إلى النقطة في الأعلى أي top، إلى النقطة zero أي في top zero. ففعل ذلك. الآن سوف أقول له في top zero، ثم في على سبيل المثال في bottom، أو سوف يكون مخالف، لا يجب يعني وضع top ثم bottom، يعني هذا تناقض، فtop ثم right. سوف أقول له من في top 0 وفي الرايت، أنا لدي 1280، سوف أختار تقريبا 1000. طبعا بيكسل، ثم نقطة فاصلة وأضع F5. كما ترون تحركت الإيمج شيئا ما. سوف أقلص هذا الرقم، أضع فقط 500 بيكسل. فهي تحرك الإيمج ابتداء من اليمين، فأنا كتبت right أي ابتداء من اليمين، تحسب 500 بيكسل وتضع هذه النقطة، أي تضع هذه النقطة هي التي تعتمد عليها، فتضع هذه النقطة في top zero أي هنا على هذا السطر، وفي right 500 أي يعني عموديا هنا على هذا السطر. يعني يمكنكم تجريب هذا، سوف ترون. الآن سوف نتكلم عن position relative، وهي الخاصية أو الفاليو الثانية. سوف أمسح الرايت والتوب أيضا، وأضع absolute relative، ثم Ctrl S وأمسح، ثم F5، تعود الإيمج إلى مكانها. فماذا تفعل هذا النوع من البوزيشن؟ في الأول قلنا أنها تحركها بكل طلاقة، إذا قلت لها top zero فستذهب لها فستذهب بالإيمج إلى الخط أو رقم zero أي هنا، في هذا الخط كله هو top zero، يعني الخط الأفقي، أول خط أفقي مكون من البيكسلات، فهو صغير جدا. وقلت لها الرايت 500، فيعني تم يعني بدأ الحساب من اليمين 500 بيكسل ووضعها هنا. الآن ماذا سأقول له؟ نرتكز كما قلت على هذه النقطة، أقصى اليسار وأقصى الفوق، هذه النقطة هنا. فالبوزيشن رولاتيف تبدأ تغيير مسار الإيمج من مكانها الأصلي، وليس من مكانها الحر، وليس من يعني اعتمادا على الصفحة، بل من مكانها الأصلي مثل المارجين. فعندما أقول له مارجين ليفت 50، سوف يحسب من اليسار 50 ويحرك الإيمج. فنفس الشيء سوف أقول له position relative أي من مكانها، سوف تحرك ابتداء من اليسار أي left، سوف تحرك 100 بيكسل. Ctrl S ثم أعود ثم F5، فهو نفس الشيء، يعني من مكانها تحرك 50 بيكسل. ويمكننا أيضا استعمال يعني الناقص، فعلى سبيل المثال أضع لها top، سوف تحرك من الطوب
ناقص يعني على سبيل المثال 30 بيكسل. فماذا يعني هذا؟ يعني أننا سننقص في الطول ناقص 30، أي سوف تصعد إلى الفوق. أما إذا نزعنا الناقص فسوف تزيد إليها 30 كما تلاحظ. نمر الآن إلى شيء آخر، أو لدينا أيضا الـ position fixed، فهي يعني مثل الـ absolute، فهي تغير مكانها بشكل حر، أي استنادا إلى الصفحة، ولكن في هذه المرة سوف تبقى الـ image يعني fixed، أي ملتصقة في مكانها. فماذا سأقول لها؟ سأقول لها على سبيل المثال من الطب سوف نختار الرقم 100، 100 بيكسل. سوف يحسب 100 بيكسل من الطب. ومن الرايت يمكنني على أيضا استعمال في المئة. فعلى سبيل المثال إذا وضعت 50% سنرى ماذا سيحدث. كنترول S ثم نعود إلى الصفحة و F5، فهي تقريبا في وسط الصفحة. فسوف تلاحظون معي أنه عندما أتحرك بالصفحة إلى التحت، فلاحظوا معي أن الإيمج تبقى في مكانها ولا تتحرك. فالرولاتيف، فالبوزيشن رولاتيف، فالإيمج يعني بشكل عادي سوف يعني عندما نقوم بسكرولين ونذهب إلى الأسفل، فالإيمج مثل هذه الإيمج، مثل هذه التي هنا، يعني تبقى ثابتة في مكانها بشكل عادي. إلا أن هذه الإيمج مع البوزيشن فيكسد تبقى دائما في الصفحة، تحافظ على مكانها. نمر الآن إلى خاصية أخرى. تكلمنا عن التوب ليفت ورايت. سوف نرى الآن الزي اندكس. سوف أشرح لكم عمل هذه الخاصية. فعندما على سبيل المثال يتواجد لدينا عنصران يعني موقعهما يعني مغير بال position absolute، فعلى سبيل المثال سوف نضيف صورة أخرى، سوف نضع لها position absolute وسوف نضعها فوق هذه الصورة. سوف نضيف على سبيل المثال الصورة الثانية التي كان اسمها code.jpg. نضع دائما الكود أو الإيمج تاج مع source، ثم اسم الصورة code.jpg، نضيف alt، فعلى سبيل المثال هنا كود، ثم نغلق الإيمج. نعود إلى المتصفح لنرى ما لدينا. F5، يوجد خلل، أو نعم نسيت أن أضيف اسم الفولدر الذي هو pictures. فكما رأيتم الـ ALT يعمل دوره، فعندما يوجد خلل بالإيمج يظهر لنا الاسم الذي وضعناه. يعني هذه ميزة أخرى للـ ALT. سوف نعمل الآن F5، كما ترون يظهر لنا الشكل. فسوف نضيف ID لهذه الإيمج، أو يمكننا أيضا العمل بواسطة الكلاسات. سنضيف كلاس، سوف نسميها على سبيل المثال كلاس كود، ونذهب. وكما يجب تذكر أن للكلاس يجب وضع فاصل أو نقطة. نضع كود ثم نفتح ونضع لها على سبيل المثال، سوف أجرب الآن زي اندكس.
أعطيها على سبيل المثال 3، ثم أغلق وأعود. يجب أن تكون يعني لديها position absolute، position absolute، ثم سوف أضع لها top 0 فستبقى في مكانها ولن تتحرك. فكما ترون الصورة أو الثانية التي أضفتها الآن فهي جاءت فوق الصورة الأولى. فسوف الآن سوف أضيف Z index للصورة الأولى التي هي HTML image. سوف أضيف Z index وسوف تلاحظون فعندما يعني تأتي يعني element فوق element آخر، ليس بالضرورة أن يكون image، فقط element يعني مزاح بواسطة ال position absolute أو أي position أخرى. فعندما يأتي element فوق element آخر أو tag فوق tag أخرى، فالذي يحمل z index كبير هو الذي يكون يعني واضح على الشاشة. فعلى سبيل المثال سوف نعطي أعطينا z index 3 للصورة التي قبل، والآن سوف نعطيه z index على سبيل المثال 8، أو فقط إذا وضعنا 4 فسوف نرى ما سيحصل F5. كما تلاحظون معي تأتي الإيمج الثانية فوق الإيمج الأولى، فالتي لديها Z index كبير تأتي فوق وتظهر في الشاشة، وأوتوماتيكيا إن لم يكن لديها Z index فهي سوف تحمل ال Z index 0، أي إذا فقط يعني مسحنا هذا الزي اندكس سوف نجرب الآن، سوف نمسح يعني كلتا الزي اندكس، سوف نعود سوف نضع F5، فهو أوتوماتيكيا يعني الصورة التي أضفناها الآن هي التي تأتي في المؤخرة، وسوف نضيف لها الآن. فلجعلها تأتي في المقدمة سوف نضيف لها Z index 1 وسوف تعمل، لأن الأخرى كما قلت أوتوماتيكيا سوف تحمل Z index 0 كما ترون.